نيابة عن فناني مصر جينا هنا على بوابة رفح المصرية عشان نعلن تضامننا الكامل مع أهالينا في غزة، نقول لهم الوجع واحد، الألم واحد، الفنانين المصريين معاكم، نبعت لكم رسالة وجينا لغاية هنا عشان نقول لكم الرسالة، أنتم في القلب، قضيتكم هي قضيتنا، وجعكم هو وجعنا، شهدائكم هم شهدائنا، وفلسطين عربية وهتفضل عربية. وعايز باسمي وباسم كل الفنانين اتقدم بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفه العظيم، الموقف الذي يليق بمكانة مصر وسط الأمة العربية بل وسط العالم كله. واحنا قلوبنا كلنا مع اهالي غزة واهالي فلسطين، وان شاء الله هنصلي في المسجد الأقصى ان شاء الله ان شاء الله. قلنا فلسطين عربية وبنقول ان سيناء مصرية، سيناء خط احمر. احنا موجودين مع نقيبنا دكتور اشرف زكي ومع لفيف من فناني مصر الكبار امام بوابه رفح لدعم القضيه الفلسطينيه ودعم اهالينا في غزه، وفريق اخر من فناني مصر في المنصه اليوم لدعم القضيه الوطنيه المصريه في كافه ميادين مصر. كل الدعم للقضيه الفلسطينيه، ورحم الله شهدائنا في غزه، وكلنا بندعم سيادة الرئيس وبنفوض سيادة الرئيس هنا من قدام رفح. لا مساس بالأرض المصرية ولا مساس بسيناء، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. نشكر جدا الموقف المصري الشعبي والسياسي والإرادة العربية بشكل عام. قلوبنا مع غزة، قلوبنا مع فلسطين، إن شاء الله الغمة هتتشال. إحنا النهاردة بالنيابة عن كل زمايلنا فنانين وعن كل الشعب المصري جايين على الباب ده، وبنتمنى زي ما قال أخويا سامح إن يجي اليوم اللي ندخل فيه من البوابة دي ونخش نصلي جوه. أقول جملة واحدة بس لإخواتنا الفلسطينيين، إن إحنا مش بعيد، والقيادة السياسية المصرية عنكم مش بعيد، وإن إحنا مش بعيد عنكم خالص، أنتم في القلب. نقول لإخواتنا في فلسطين إن إحنا معاكم وفي ظهركم، وعشان نقول للقيادة السياسية إن إحنا اتحركنا وجينا وبنفوض سيادة الرئيس، وبنقول له شاور تلاقي هنا 100 مليون فدائي، يا سيادة الرئيس شاور تلاقي هنا 100 مليون فدائي. أنا مش لست لوحدي اللي جيت، في ورا الكاميرات ستات وبنات وشباب بيتين هنا، وإحنا نقدر نيجي مشي عشان نعلمهم ازاي يعني ايه عروبه، ويعني ايه وطن، يعني ايه دفاع عن الارض والعقيده، يعني ايه عزل اطفال انتوا بتترعبوا منهم. رسالتي اللي عايز اقولها النهارده هو كل الملايين من الشعب المصري اللي بيقولوها في كل ميادين مصر، ان مصر لن يفرض عليها امر واقع. المؤامره اصبحت مكشوفه للجميع، للداخل وللخارج، ومصر بتتصدى ليها شعب وقياده. النهاردة الملايين اللي موجودين في الشارع بيثبتوا للمرة الألف أن القيادة المصرية ليست وحدها، ومعها تفويض كامل من كل أفراد الشعب المصري بالتصرف كما ترى لحماية الأمن القومي المصري، لحماية أرض سيناء، لمنع تهجير الفلسطينيين، لمنع تصفية القضية الفلسطينية.